مرحبا، أنا دكتور أحمد حمدان، طبيب أسنان. بدنا نحكي اليوم عن أكثر الأسئلة الشائعة في طب الأسنان، وهي ليش يا دكتور لما تعمل علاج جذور أو صحب عصب بشم ريحة كلور أو بحس بطعم كلور؟ هذا الكلام مزبوط، وفي بعض الناس بروحوا لأبعد من هيك، بروحوا بيسألوا طبيب تاني إنه معقول يستخدم كلور في تمي، أو معقول ما بضر علي أو على معدتي إذا انبلع. فبحب أطمنكم إنه هاي المادة اللي هي صوديوم هيبوكلورايد هي مادة تستخدم في جميع عيادات الأسنان وجميع الدكاترة أو الأخصائيين اللي بعالجوا الجذور أو بيسحبوا العصب. هي المادة الوحيدة اللي بتعقم الجذر والأقنية من 99 تقريباً وأكثر من البكتيريا اللي موجودة، فلذلك إحنا بنستخدمها كمان في طب الأسنان. فلا تخافوا، هاي مادة جداً آمنة، إحنا بنخففها بطريقة معينة وأحياناً بنخلطها في مواد تانية. اطمنوا، هذا إشي طبيعي كتير، إحنا هاي المادة بنستخدمها في علاج الجذور، ويعطيكم العافية.